سباق القوارب الشراعية. هي فن التحكم بالقارب الشراعي والقدرة على توجيه مساره وموازنته في مواجهة الرياح والأمواج. وذلك يتطلب خبرات كبيرة وفهم عميق لتقلبات البحر ورياحه وتياراته، وكذلك قدرات بدنية عالية من تحمل للقوة والمرونة. يتخلل مسار السباق من بدايته علامات محددة على المشتركين الالتزام بالمرور بها، يملك كل قارب 4 دقائق لاجتياز خط البداية بعد إعطاء إشارة بدء السباق، وإلا يسجل على أنه لم ينطلق.